معلش بتعرف اصلا. ف الابنورماليتيز العدد قلنا ممكن يبقى شورت وممكن يبقى لونج. الشورت مشكلته ايه؟ ان هو حمله كله هيبقى على البلاسينتا، فلما يبقى حمله كله شادد على البلاسينتا، اول حاجه البلاسينتا ممكن تفرقع منه. البلاسينتا زي ما قلنا قبل كده هي بحر من الدماء، بحر من الدماء، فلو فرقعت هتعمل هيموريدج جامد جدا وهتبقى مشكله. او ان بقى ممكن البلاسينتا تثبت وما ترضاش ان هي تفرقع، فيحصل ايه؟ بتقل الجنين، هيسحب على الامبليكال كورد، تسحب على البلاسينتا، والبلاسينتا ساحبه على اليوترس، واليوترس اتقلب انفيرجن اوف البلاسينتا، كانك بالظبط بفكره ان انت بتقلع الشراب، اليوترس اتقلب كانك بتقلع الشراب. طب لو هو اللونج امبليكال كورد ايه المشكله بتاعته؟ لو الامبليكال كورد لونج، اول حاجه ان هو ممكن يلف حوالين رقبه البيبي ويخنقه، دي اسمها سترانجوليشن. تاني حاجه مهمه جدا اللي هي الكورد برولابس. المفروض ان الجنين لما بينزل براسه، الجنين لما بينزل اول حاجه بتنزل اللي هي راسه. طيب المفروض ان راسه، بعد كده جسمه، بعد كده الامبليكال كورد، بعد كده البلاسينتا. لو الامبليكال كورد طويل هيبقى موجود قدام راسه، فيجي الجنين لما يتولد يقوم يزق براسه على الامبليكال كورد. انت عارف الامبليكال كورد ده عباره عن ايه؟ ده جهاز التنفس بتاع الجنين، ده اللي جايب له اكسجين، واخد منه سي او 2، ده بتاع البلاوي. لما الجنين يضغط عليه يقفل بلاد فيسلز، انا كده قطعت عنه اكسجين، يا خبر اسود الجنين بيموت بعد ما كبر كل ده. فدي برضو ايمرجنسي لازم الست تولدها على طول. فالحاله دي اسمها كورد برولابس، ان الامبليكال كورد ينزل قبل الجنين، وساعتها ان هيتقطع عن الاكسجين. تمام، دي مشكله لو كان شورت او لو كان لونج. العدد ممكن يبقى بدل ما هو حبل واحد يبقوا دبل، او ممكن يبقوا تريبل. الشكل ان هي يبقى ترو نوت بقى المره دي، عقده فعلا، ودي صوره موجوده في الكتاب ان هو معقود. معقود لما تشوفه تحلف بالطلاق ان هو معقود، معقود عقده عقده. طب ايه مشكلته؟ طيب لما يتعقد، طب ما يتعقد هيقفل ام البلاد فيسلز والجنين هيموت. تمام، او ان يكون جواه سنجل امبليكال ارتري مش اتنين. وتالت حاجه كنا هنتكلم عنها اللي هي البلاسينتا، اللي هو ماسك في البلاسينتا ازاي، هنرسمها تاني. فالبلاسينتا المفروض ان البلاسينتا عباره عن ديسك، ديسك هو ديسك كده ماسك في سقف ال في الفاندس، يعني في سقف الرحم اللي هو الفاندس، فهو ديسك. المفروض ان هو الامبليكال كورد كامبليكال كورد، يعني ان هو يجي يمسك كده اهو كورد حبل اهو، دي البلاسينتا اهي، وهو حبل في نص البلاسينتا. لو نفرض ان هو مسك في طرف البلاسينتا، ساعتها هيبقى اسمها مارجينال اتاتشمنت. مارجينال اتاتشمنت، مارجينال اتاتشمنت، وبيشبهوها بحاجه اسمها باتل دور. ايه الباتل دور دي؟ باتل دور بلاسينتا، مش عارف اللي هو كره الريشه لما كان توم وجيري بيلعبوا بالريشه، كرة اللي هو المضرب، المضرب اللي هي الريشة، المضرب بقى مشبهين ان اللي هي الريشة اللي هي دي. تمام، مشبهين البلاسينتا بالامبليكال كورد باتل دور، على اساس ان دي يعني البلاسينتا وماسك فيها الامبليكال كورد من على الطرف بدل ما يمسك في النص. او ان بقى يكون البلاسينتا عادي زي الفل، بس الامبليكال كورد مش طالع ككورد، لا طالع بالامنيون بتاعه، بالغشاء بتاعه، والبلاد فيسلز ماشية على الغشاء وواصلة للبلاسينتا، بس مش طالع كشكل كورد، لا طالع كشكل غشاء، كطالع كشكل غشاء. فده اسمها فيلامنتس اتاتشمنت، فيلامنتس اتاتشمنت. فانا كمان شويه لما اخد البلاسينتا واقول الابنورماليتيز، تقول لي دولت مع الابنورماليتيز دي ابنورماليتيز مشتركه ما بين الامبليكال كورد وبين البلاسينتا، اقول لك ابنورماليتيز في البلاسينتا، اقول لك هتقول لي برضو طريقه مسكان الامبليكال كورد فيها. وبما اننا جبنا سيره البلاسينتا، فيلا بينا نخش على البلاسينتا. يا بلاسينتا يا دوله، يا بلاسينتا يا دوله، احنا كده اخدنا الامبليكال كورد اللي حواليه واللي بيوصله بالبلاسينتا. نبس البلاسينتا بقى عايزين نجيب اصلها. انا من اول حصه، من اول فيديو بقول البلاسينتا دي جايه منين، بقول البلاسينتا دي عباره عن كده اهو، مش انا عماله بقول كده اهو، يعني جزء من الام ماسك في الجنين. وانا قلت عمليه الحمل كلها بتحصل فين؟ بتحصل في الاندوميتريوم بتاع الام. والاندوميتريوم بعد ما بيحصل امبلانتيشن كان اسمه ايه؟ ديسيديوا. وقسمنا الديسيديوا 4 ديسيديوهات، قلت لكم ان كلهم هيختفي ما عدا مين؟ ديسيديوا بيزالس. وقلت ان ديسيديوا بيزالس هي الماتيرنال بارت اوف البلاسينتا،
اللي ماسك فيها السايتو والسنسيتيوتروفو بلاس. يبقى السايتو والسنسيتيوتروفو بلاس هيدوني الفيتال بارت اوف البلاسينتا. انا كده في الرسومات اللي فاتت كلها. فين بقى نيجي بقى حاجه رسمه قديمه 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 عشان نعرف احنا وصلنا من فين لفين. سبحان الله. الرسمه دي مثلا احنا اخدنا الجنين واللي هيحصل فيه لحد الفولدنج، واخدنا اللي حوالين ده، واخدنا اليوك ساك، واخدنا الاميوتيك فلويد، فاضل لنا السايت والسنسيتروف بلس اللي ما جبتش سيرتهم خالص لحد دلوقتي. وتعالى تعالى تعالى نرسم الرحم. يعني انا هرسم الفندس لان البلاسينتا بتتكون في الفندس. الامبلانتيشن قصدي حصل في الفندس. كل الكلام ده كله في الفندس وبيكبر على تحت وبيفضل يكبر 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 كده اهو. تمام. حلو. احنا قلنا الكلام ده كله ده الجنين بس امنيوتيك فلويد يوكساك. انا عايزه بقى عايزه السايتو سنسيتيوتروفوبلاست. انا عايزه السايتو سنسيتيوتروفوبلاست. دي السايتو تروفوبلاست وحواليها السنسيتيوتروفوبلاست. كل الكلام ده في الاندوميتريوم اللي احنا مسمينه دلوقتي ديسيديوا. وبمناسبه الكلام ده يا ترى الناحيه دي اسمها ايه؟ ديسيديوا بيزاليس، ودي ديسيديوا كابسولاريس، ودي فرايتاليس، ودي مارجينالس. واحده واحده معايا بقى. في بدايات الحمل ولسه الجنين صغنون خالص 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 السايتو والسنسيتيوتروفوبلاست. السايتو تروف عشان خلبكش الحته دي مش موضحه خالص في الكتاب. السايتو تروفوبلاست هتطلع لي نتوءات شبه الصوابع. بص بقى النتوءات دي هتخترق السنسيتيو تروفوبلاست وتوصل لحد الاندوميتريوم في كل الاتجاهات. الصوابع دي اسمها فيلاي 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 في كل الاتجاهات قبل ما اي ديسيديو تختفي. اسمها فيلاي كوريونيك فيلاي. اي حاجه كلمه كوريونيك يبقى جايه من السايتو سنسيتيو هتشارك في البلاسينتا. كوريونيك فيلاي من جميع الاتجاهات. حلو قوي. الكوريونيك فيلاي دي في بعضها موجود في السايتو تروفوبلاست يعني ما وصلش للاندوميتريوم بتاع الام، وبعضها يعني جزء منها الجزء يعني مثلا لو اخدت انا دي في جزء منها الجزء اللي انا هلونه بالبنفسجي ده في السايتو تروفوبلاست ما وصلش للاندوميتريوم، بس اللي هلونه بالاخضر سوري في السنسيتيو تروفوبلاست اللي هلونه في الاخضر لا ده موجود في الاندوميتريوم صح ولا ايه؟ اللي موجود في السنسيتيو تروفوبلاست بيبقى صوابع عامله كده فري مش ماسكه في حاجه، فهسميها فري فيلاي. هسميها فري فيلاي ودي اللي مسؤوله عن التغذيه. هنقول ازاي؟ بينما اللي واصله لا دي رشقه في الاندوميتريوم اسمها عارفين مرسات السفينه اللي هي اللي عامله كده دي اسمها انكر. انكر اللي هي المرساة فاسمها انكرينج فيلاي. يبقى انا اول حاجه اتكلمت عن انواع الفيلاي، في فري فيلاي وفي انكرينج فيلاي. الفري فيلاي اللي هي موجوده في السنسيتيو تروفوبلاست ما وصلتش الاندوميتريوم دي مسؤوله عن التغذيه عن النورشمنت، بينما اللي واصله الاندوميتريوم دي الانكرينج فيلاي مسؤوله عن التثبيت. طيب هايل جدا. اللي هيحصل ايه والجنين عمال بيكبر على تحت على تحت على تحت؟ قلنا ان كل الديسيديوات هتختفي. دي ديسيديوا كابسولاريس هتختفي بالفيلاي بتاعتها. مش منطقي ان هي لما تختفي الفيلاي تفضل موجوده، هتختفي والفيلاي هتختفي. يبقى الفيلاي اللي اختفت اللي ناحيه كابسولاريس هسميها كوريون ليف. الكوريون اللي مشت كوريون ليف، بينما الفيلاي اللي انفضلت ماسكة في ديسيديو بيزالس هسميها كوريون فاندوزم. خلي بالك واحدة واحدة عشان البلاسينتا دي حاجات مبنية على بعض. كوريون فاندوزم هايل جدا. يبقى احنا اخيرا اخيرا جاوبنا سؤال ما هي اجزاء البلاسينتا. الماتيرنال بارت هي الديسيديو بيزالس ماسكة في الفيتال بارت اللي هو الكوريون فاندوزم. والكوريون فاندوزم اجزاء، في فري اللي هي المسؤوله عن التغذيه، وفي انكرينج اللي هي المسؤوله عن التثبيت. ويجي بقى سؤال مهم لا يخلو منه اي امتحان، ايه انواع الفيلاي غير الانكرينج والفري او الفيلاي تطورت ازاي؟ بس ده عايز بقى دماغ عاليه عاليه، عارف اللي هو الدماغ العاليه بس وعبيطه خالص عبيطه خالص. انا هخليني كده ارسم لكم
ده عادي الجنين بالثلاث طبقات بتاعته عادي خالص، والامنيوتك فلويد اليوكسيك حواليه ايه؟ الاكسترا امبريونيك اللي دايما بحب الونه باللون الاصفر، اكسترا امبريونيك ميزوديرم، والاكسترا امبريونيك في ميزوديرم في الفراغ، في الفراغ تمام. السايتو بعد كده، السايتو والسنسيتو تروفوبلاست. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان السايتو تروفوبلاست تحتها ايه، يعني انا من الاخر قصدي ايه، ان السايتو تروفوبلاست تحتها ميزوديرم وفوقيها سنسيتو تروفوبلاست. وانا قلت لك ان الفيلاي طالعه منين؟ طالعه من السايتو وداخله على السنسيتو. فطول ما احنا ماشيين هنعمل برايمري فيلاي. البرايمري فيلاي ايه الطبقات بتاعتها؟ سؤال مهم جدا ان تعرف البرايمري والسكندري والتيرشري. برايمري فيلاي الاول كانت طالعه كده اهو، يعني هي عباره عن ايه بس؟ عباره عن سايتوتروفوبلاست وحواليها سنسيتوتروفوبلاست بس كده، دي البرايمري. وبعد كده والجنين بيكبر بيبدا الميزوديرم ده يخترق جوه الفيلاي، يحشي الفيلاي، بيحشي الفيلاي، بيحشي، بيزق كده خلايا السايتو على بره كده، مشيني كده بس، مشيني بس كده، مشيني كده بس كده، ايدك اتعصت رجوله خلاص، ايدك اتعصت رجوله، فاللي هو بايه يوسعه ويحشي نفسه جوه الفيلاي، فيقوم الفيلاي الطبقات بتاعتها السكندري فيلاي ايه الطبقات بتاعتها؟ ان هي عادي برده سايتو وسنسيتو كده كده هتبقى سايتو وسنسيتو من بره، بس بقى انا بزود ايه في الحشو بقى؟ زودت المره دي ايه في السكندري؟ زودت الميزوديرم، يبقى الطبقات بتاعه السكندري زودت عليها الميزوديرم اللي هو الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. احنا بنتكلم في الحته دي، يعني انا كاني اخدت الحته دي وكبرتها تمام. والتيرشري بقى اللي دايما بتتسال هي التيرشري. التيرشري هرسمها هنا بقى عشان ما نقعدش بقى نعيد 5000 مره، ان هيبدا بقى الجنين يكون، هنعملها دلوقتي الرسمه، يكون الامبليكال بلاد فيسلز ويعمل لي امبليكال كورد، والامبليكال كورد يتوصل بالبلاسينتا ويتفرع فروع 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 فروع، الفروع دي تخش اللي هي الفروع بتاعه الامبليكال فين والامبليكال ارتري، تخش جوه كل فيلاي تملاها، يبقى فروع الامبليكال ارتري والامبليكال فين هتعمل لي التيرشري فيلاي. يبقى البرايمري سايتوسنسيتيو، السكندري سايتوسنسيتيو ميزوديرم، التيرشري سايتوسنسيتيو ميزوديرم، والبلاد فيسل. تعالى نفهم بس ازاي الرسمه قبل ما ناخد اجزاء البلاسينتا بس عشان نبقى متخيلين ايه اللي بيحصل. يعني في الاخر ده الرحم اهو، الفندس اهو، في الاخر الفندس اهو، والجنين عامل كده اهو، دي راسه اهو وده جسمه اهو. البلاسينتا فين؟ اها، هي عبارة عن ديسك، ديسك مهم.